لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه، واعلموا أن الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه أدوات العلم والمعرفة والفهم: السمع والبصر والقلب. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والآية بحد ذاتها تدل على معجزة من معجزات القرآن قبل أن نتكلم عن العلم. تعلمون أن المولود الجديد أول شيء بعد خروجه من بطن أمه يبدأ يسمع من حوله أو يسمع الأصوات، ثم بعد ذلك يبصر ويرى، ثم بعد ذلك بمشاركة الاستماع إلى الأصوات والنظر إلى الأعمال والحركات القلب يعقل. نعم، فدين الإسلام دين العلم والمعرفة والفهم. ولو تدبرنا الآيات الأولى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو تدبرنا ذلك علمنا أن الإسلام اهتم ويهتم بالعلم اهتماما كبيرا. لو تدبرنا الآيات الأولى علمنا أن الإسلام يهتم بالعلم والمعرفة والفهم، ويرفض الجهل والأوهام والخرافة جملة وتفصيلا. يقول الله عز وجل: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأن نزول هذه الآيات بهذه الكيفية وبهذا الترتيب العجيب وبهذه الطريقة المباركة ليعد أمرا عجيبا. لماذا؟ تعلمون أن هناك آلاف من المواضيع، آلاف المواضيع يتضمنها القرآن الكريم، ولكن الله عز وجل اختار هذا الموضوع، والقرآن بدأ به. اقرأ الإرشاد إلى العلم والتعليم والمعرفة والفهم. ومع
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآيات وهذا الموضوع العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآيات والآيات الكثيرة في القرآن التي تتحدث عن العلم، ولا تستغرب بأن كلمة العلم وردت في القرآن أكثر من 700 مرة، وهذا دليل على أن العلم مفتاح كل شيء، وهذا دليل على أن الإسلام اهتم بالعلم والمعرفة والدقة والترتيب العجيب في الأمور الدنيوية. لو نضرب مثلا ربما يسهل علينا الفهم أو يقرب لنا الفهم، لو قام رجل لإعداد أكلة معروفة لدى كثير من الناس وهو يتفنن في إعدادها، ربما يأتي ويعدها قريبا منها أو مثلها أو ربما أحسن منها، ولكن لابد أن نفهم ولابد أن يستقر هذا المعنى في القلوب أن الأعمال في الإسلام والأقوال، الأعمال والأقوال في الإسلام بمعنى أقرب العبادات، لابد أن تؤدى على الرسم الأول، لابد على الكيفية الأولى، على صورتها الأولى التي رسمها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وأن يمشوا عليها وأن يؤدوها. وهذا يحتاج إلى العلم، فبدون علم لا يمكنك أن تزكي نفسك، لا يمكنك أن تزكي قلبك، لا يمكنك أن تزكي أخلاقك، لا يمكنك أن تزكي أعمالك، لا يمكن. لذلك هو الذي قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآية بحد ذاتها، الآية تدل على أن الجهل، على أن من فيه شيء من الجهل فقد ناله شيء من الضلال، لأن الآية تقول: وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وغيرها من الآيات. فهدفنا هو أن نبين لأنفسنا أن العلم في الإسلام قبل كل شيء. بوب الإمام البخاري في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، والله تبارك وتعالى هو الذي يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا نشك، وكلنا نعلم أننا خلقنا لغاية واحدة، لسبب واحد، لعبادة الله تبارك وتعالى. وعبادة الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق بدون علم، فإذا أصبنا من جانب فاتنا جوانب،
إذا عرفنا موضوعاً فاتنا مواضيع، وإذا فهمنا درساً فذهب منا دروساً، وإلى غير ذلك. فلا يمكن أن تحقق السبب الذي خلقت من أجله إلا أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنتم وإن شاء الله نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نكون على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الجانب والحمد لله قد استقر، هذا الفهم قد استقر في قلوبنا، لابد أن نكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحتاج إلى الأدوات. كما ذكرنا في البداية أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه وجعل فيه وأودع فيه أدوات لكي يتعلم، لكي يعلم، لكي يعرف، لكي يفهم، لكي يتدبر. فلا بد من العلم. وعبادة الله كما ذكرنا السبب الوحيد، الغاية الفريدة، الأسباب لتحقيق هذه العبادة لابد أن تكون على علم، على معرفة. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى، وحدانية الله تبارك وتعالى أهم شيء يحققه العبد، أن يكون على علم في توحيد الله تبارك وتعالى، أهم شيء وأعظم شيء في الإسلام، وأعظم شيء عند الله عز وجل، وأحب شيء إلى الله تبارك وتعالى أن توحد الله عز وجل. وهذه هذه الوحدانية أعظم شهد لهذه الوحدانية. الله تبارك وتعالى أعظم شاهد يشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى. وبعد شهادته ذكر شهادة الملائكة، أشهد الملائكة على ذلك، وبعد الملائكة أولو العلم. لماذا أولو العلم؟ لأنهم أقوياء في الأجسام، لأنهم فيهم شيء من الجمال وغير ذلك، لأنهم أغنياء، لأنهم أصحاب الأموال. لا والله، لأنهم يحملون علم القرآن، يحملون علم الكتاب والحكمة أي السنة. وأنزلنا عليك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم. لأنهم يحملون هذا العلم، فالله تبارك وتعالى أكرمهم أن جعل شهادتهم مع شهادة الملائكة ومع شهادته سبحانه وتعالى، يشهد على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله تبارك وتعالى يشهد، وأعظم شاهد يشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله باطل. إنما الذي يستحق للعبادة وحده هو الله تبارك وتعالى. ويشهد على هذه الوحدانية الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك شهد، جعل شهادة العلماء مع شهادته وشهادة الملائكة. لماذا رفعهم الله عز وجل إلى هذه المرتبة؟ لأنهم يحملون هذا العلم من الوحيين، من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لا رأينا العجب
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة. ملعونة، اللعنة هو الطرد من رحمة الله عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. تدبروا معي، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. سبحان الله، سبحان الله. هو إلا 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 توحيد الله عز وجل وما والاه أو عالما أو متعلما، وغير ذلك، وغير ذلك كل شيء ملعون. لا إله إلا الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. هذا الدليل على أن العلم قبل كل شيء وأعظم شيء. وأنتم سمعتم الآيات الأولى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمي لا يعلم القراءة والكتاب، ومع ذلك اختار الله عز وجل هذا الموضوع ما بين آلاف من المواضيع التي يتضمنها القرآن الكريم. هذا دليل على أن العلم قبل كل شيء وأعظم شيء في الإسلام. وحديث أبو الدرداء، حديث أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا، من سلك طريقا. أنتم تعلمون أن الجنة غالية، الجنة لا تنال بالتمني. الجنة ليس جنة غالية، سلعة الله الغالية. ومع ذلك واسمعوا وتدبروا معي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هكذا، هكذا بسهولة؟ من سلك طريقا، من بدأ يتعلم العلم؟ ما هو هذا العلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما هو هذا العلم؟ إن لم يكن هذا العلم هو الوحيين الكتاب والسنة فماذا يكون؟ أي علم يكون؟ لا شك ولا ريب والكل يقر على ذلك. القصد والمقصود العلم الوحيين الكتاب والسنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وربما نحتاج إلى أكثر من خطبة، أكتفي بهذا القدر، ولعل الله عز وجل إذا أحيانا الله عز وجل يسر لنا أن نذكر بعض الآيات ونعود إلى هذا الحديث في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters in Islam, be with me and help me with listening and pondering. I'm going to mention some ayat and ahadith about knowledge to see how important the knowledge in Islam, and to see Islam is a religion of knowledge and understanding and knowing. Allah subhanahu wa ta'ala created the human being and he put some material for him to learn and to understand and to know what he's doing. Allah subhanahu wa ta'ala, the material, you know, for you to understand, to know, is hearing and seeing and understanding from the heart. I know the people point to the brain always, I forget or I remember, or the people point to the brain, to the head. They talk about something,
I understand or I remember, I'm going to memorize it or something. They always, people point to the head. But the original, the main place for all understanding is here, is the heart, is in the heart. But the brain is sharing. It's just like the water we have in the houses is coming from the faucet, is coming from the pipes. But is not from the water is not from there. There's a place. There's the ocean. There's a lake. There's a pond. There's a container. From this container, putting this to these pipes and coming out from these faucets. So this is the main place, the main spot for knowledge is the heart. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in many ayat, hearing, seeing, and heart, understanding, the heart. Even the brain is sharing to remember, to know, to understand, but the original is the heart. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, or some of the meaning of the ayah, Allah brought you out from the stomach of the mother. Allah brought you out from the stomach of the mothers. And you don't know anything. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah give you hearing and seeing and understand the heart. And give you the heart. And when we know, the newborn, the first thing start hearing stuff, voices, noise around him. And then after that, start seeing. And then after that, hearing and seeing, sharing for the baby to start understand, stuff, to know stuff. So even we have, we have different ayat. Allah subhanahu wa ta'ala first mentioned the hearing and then seeing and then heart. So this is showing, the knowledge is before everything. Very important and is before everything. And if we understand the first ayat came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first ayat Allah subhanahu wa ta'ala sent it down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is about knowledge and understanding and reading and writing. And subhanAllah, if we understand, if we think about it, this is an amazing thing. Why? Because there's a thousands, issues or subjects in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala choose this subject. Why? Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala is not just choose it and say it and send it to the Prophet. And by the way, the Prophet ﷺ, he don't know to write, to read. And Allah subhanahu wa ta'ala, between the thousand of subjects in the Quran, he chose the subject, the knowledge, learning, understanding. Why? This is meaning is important than anything, before anything. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah send you the book down and the hikmah. Which is the sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah send you the book down with the wisdom, with the hikmah. The scholars, they said, meaning the sunnah. Quran and the sunnah. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, and you don't know anything before that. Before that. So this is showing the choosing these ayat by Allah subhanahu wa ta'ala to send it, the first thing to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he doesn't read or write, illiterate, this is showing, this is amazing. This is amazing choosing between all these subjects in the Quran to choose knowledge and understanding. This is showing that the knowledge is before everything. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in many ayat in the Quran, how important the knowledge, how great the knowledge of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the way, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned
You know, the word of knowledge in the Quran more than 700 times. It just happened? No, this is showing that very important. Very important. One book more than 700 times. Just one book. 700 times one word. It's again and over and over. That's showing, you know, realize the knowledge is before everything. And, you know, is a beginning. Beginning of the foundation on anything. You cannot have a foundation without knowledge. As you know, give example for for the dunya, like to see, you know, Islam, to know Islam, that Islam is a religion of knowledge and understanding. If someone wanna cook, you know, a type of food, and this food is, you know, most of the people they know it, and you know he's smart. And he tried to cook this food, you know, his first time. Maybe he bring it close. Maybe he make it. Maybe make it same exact. Maybe even make it more delicious. Would put some, add some spices, maybe make it even better. But we have to understand, brothers and sisters, we have to understand any actions in Islam and speech, we have to understand. We have to know and put it in the heart and lock it. Don't let it go out. Then the actions, the speech in Islam has to be upon the same picture, the beginning picture, the same way Allah subhanahu wa ta'ala direct the people to it. The legislated. It has to be, doesn't work if you change it even a little bit. You're going to miss something. It has to be go back to the same way Prophet sallallahu alaihi wasallam he came with. Allah subhanahu wa ta'ala, he legislated for us. It's not like a dunya. We have many ayats. We know the most important, you know, ibadah in Islam, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. To worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. And there's no way to practice the worship of Allah subhanahu wa ta'ala without knowledge. And see the greatness of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Who witnessing that the worship of Allah subhanahu wa ta'ala better than anything. And most important thing in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala himself. He's witnessing that no one worthy of worship in truth alone except Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala witnessing the angels and the scholars. Scholars, they call the scholars of technology also scholars. They call the scholars of, you know, all this, you know, dunya issue, they call scholars too. What's the meaning of the scholars? شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. The people of knowledge. The people of knowledge, the scholars. Who is the people of knowledge? The one who holding the knowledge of the Quran in the chest. The one who holding the knowledge of the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. This is showing how important to have knowledge. And you know, you see from these ayat, as I said, you know, many times is the word of knowledge has been mentioned in the Quran. We have many ayat talking about knowledge, but we want to just point to some proofs, you know, to see how important for the Muslims to learn about the religion. And listen to the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu wa arda. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, this life, the dunya has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. It's been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. And anything in this dunya has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. You know, think about it. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, the dunya has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala and everything in this dunya except
Accept. Accept the dhikrullah and anything belong to it. Accept the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and anything belong to it. Remembering Allah subhanahu wa ta'ala, anything belong to it. Accept the Quran and anything belong to it. أو عالما أو متعلما. Or the scholar or the person who learned. The student of knowledge. Again, who is the student of knowledge? Is the technology, is the math, is what's the, is engineering? No. Meaning the student of knowledge and knowledge of revelation. The knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. The knowledge Allah sent it down to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Is not any type of knowledge. Even, you know, Islam encourages the people to have the other knowledge also. But the important knowledge, the fard, wajib, obligation knowledge, is the knowledge of the shahada, and salah, and sawm, and zakah, and hajj. It's not any type of knowledge. It's good to have other knowledges also. And if we see, you know, from one ayah, we can understand that there is no way without knowledge to purify your souls. There is no way without knowledge to purify your characteristics. There is no way without knowledge to purify your heart. There is no way to without knowledge to purify your ideology. There's no way. You cannot purify your speech, your ibadah, your life, and the day of judgment without knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah, He's the one sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the illiterate people. To the illiterate people. And He recited the book of Allah subhanahu wa ta'ala to them. And purify them. Purify them. Purify them from all evil and replace it with good. With the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. With the manners and beautiful manners and character. The characteristics of Islam. Even the Prophet ﷺ said, إِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. He then denied was some good stuff, some good characteristics before Islam. Some people used to be generous, some people want to help, some people want to support, some people do some good stuff. That's why the Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala sent me to complete the characteristics. Meaning remove whatever is bad, remove it. Whatever good, prove it and keep it. So there's no way to purify anything without the knowledge. That's why, back to the ayah, that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, He recited the book of Allah subhanahu wa ta'ala to them and purified them and teach them the kitab, the book, and the sunnah. The kitab and hikmah and the sunnah. So this is, you know, the ayah showing there is no way to do anything, to purify anything without the knowledge. So this is showing, inshallah, I'm gonna leave it, you know, here, because it needs another khutbah. It's very important to know. Even there's a many ayat, we can't cover all of it, but at least, you know, put more light, more explanation, so maybe encourage ourselves and encourage the people, at least, you know, even a little bit, just start to know what Allah subhanahu wa ta'ala sent it down. And just imagine, you know, tomorrow when you go back to Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah subhanahu wa ta'ala asks you, oh my slave, I created you, I provide you, and I give you everything. And, you know, you receive a letter from a mother, from a sister, from a brother, from a friend, you know, from a company, from the college, from the school, from, you know, you receive letters and you used to open it and read it to see what the people asking for, what the people telling, what the people saying, what people need from you,
or one from you, and you read all the letters, you not left anyone behind, you not throw anything in the garbage, you open every letter and to see what the people are telling you. And I created you, I provide you, I did everything for you, and I send you a letter. You not open it to see what I'm saying to you, what I'm telling you, what I'm commanding you. Why? What's going to be answer? So the answer, from now, to make intention, you know, to say, you know, at least, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help me, even a little bit, I want to learn. I want to even a little bit, you know, I want to start to learn something about the book of Allah subhanahu wa ta'ala, about His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.